أن يؤذي مشاعر عمتي. والعمل؟ الصبر، الصبر عليها يا عاصم حتى تعترف تلقائيا بأن وسيم قد مات وانقطع الرجاء بعودته. ولكن أما حان الوقت بعد لتصدق أنه قد مات؟ لها العذر في عدم التصديق يا عاصم، إن أحدا لم يرى جثته، في حين أن البحر قد لفظ جثة المرحوم أخيك. أي عاقل يمكن أن يختفي 15 سنة دون أن يظهر الانتفاع بأملاكه وأمواله؟ وأين الضرر في مسايرة العمة في ظنونها؟ بإصرارها هذا لن تحصلي على حصتك من الأملاك والأموال، وبالتالي لن تحصلي على حريتك. قسم كبير من الثروة يؤول إليك وإليها في حال إثبات وفاته رسميا. لست في عجلة من أمري يا عاصم، والعمة أيضا. أكابر، سأغدو زوجا لك، ومن واجبي رعاية مصالحك. لو تسمحين لي بمحاولة أخيرة مع العمة. لن تفلح في إقناعها يا عاصم، إنها تصر على أن وسيم حي وبألف خير، ويتصل بها بالخارج من حين إلى آخر. مجرد أوهام. كنت دائما أبحث عن حب صادق مجرد عن الغايات، وأوشك الآن أن أعتقد أنك راغب في ثروتي وليس بي أنا. أكابر! عاصم، كن صريحا. سؤال وحيد أريد عليه جوابا. تفضل. أنت شخصيا هل تصدقين ادعاءاتها أن وسيم حي وأنه يتصل بها من الخارج بالهاتف؟ من الصعب على الإنسان أن يصدق مثل هذه الأمور. بالطبع، لأنه ما من سبب معقول يدعو رجلا للبقاء بعيدا عن أهله. لكن العمة شديدة الثقة به بعودته، وشديدة العناد بموقفها يا عاصم. حسنا، هل تعلمين ماذا يعني أن يكون ابن عمك وسيم على قيد الحياة؟ ماذا يعني؟ يعني إنه المسؤول عن موت أخي سميح.